الحقيقة احنا دلوقتي ان شاء الله في اطار ان احنا بنعمل تندر عالمي علشان نجيب الشركات، كل واحد يقدم العرض بتاعه ازاي هيقدر يساهم معانا في ادارة المطار. كمان المطارات هيبيع المطارات، مش حاجة اسمها بيع مطار، اسمه إدارة وتشغيل. بدأنا نخطط لتوزيع كثافة حركة الطيران على مدار اليوم عشان نقدر نستوعب العدد ده لغاية لما يكون فيه إن شاء الله إنشاء مبنى جديد للمطار. أثبتنا في إدارتنا خلال الـ40 سنة اللي فاتوا إن إحنا غير أكفاء في إدارة المشاريع بتاعتنا.